ودلوقتي معادنا مع فقره السبوره، لان النهارده التكتيك الخاص بمباراه الاهلي وبيراميدز في كاس السوبر كان فيها تفاصيل كتيره فنيه، سواء من خلال باتشيكو او حتى مارسيل كولر. كريم، محضر ايه النهارده في السبوره؟ طب عايزين محمد نشرح للساده المشاهدين الفرق اللي اتفرج على ماتش الاهلي وبيراميدز في نهائي الكاس عن اللي شافوه في ماتش نهائي السوبر. وده ما احنا بنقول يعني باتشيكو قدام النادي الاهلي منذ نهائي القرن لما كان مدير فني نادي الزمالك، هو احنا قلنا هو خسر الفاينل الثالث، كل مره بيقدم حاجه جديده. لو تفتكر احنا في ماتش الكاس توقعنا بشكل كويس ان هو هيلعب زون ديفنس وهيعالج، لو تفتكر لما فتح الجيم شويه في بدايه ماتش نهائي القرن والنادي الاهلي قدر يستغل الحته دي وقدر يتقدم، وبعد كده الزمالك اتعادل والشوط الثاني برضه حاول يخاطر في نهايه المباراه، بس هو برضه كان عنده اصابه بتاع كاسونج وكاسونج نزل كوينج، كان عنده مشاكل ساعتها كتيره. جه في ماتش الكاس قدام النادي الاهلي لعب ب 4-3-3 واستخدم ابراهيم عادل كمهاجم وهمي لو تفتكر في ماتش نهائي الكاس. وفعلا نادي بيراميدز في نهائي الكاس كان هو الاقرب لما كان احرز الهدف في الدقيقه 72 لولا سرعه هدف التعادل لكهرباء. برضه نفس الامر على مارسيل كولر، مارسيل كولر في ماتش نهائي الكاس لعب بطريقه اقرب الى 4-3-3 وما لعبش ببلاي ميكر. يا سبحان الله الاثنين جم اتفقوا كانهم اتفقوا مع بعض، المره دي هنرجع نلعب بصناع لعب صرحاء. باتشيكو تخلى عن ال 4-3-3 ومارسيل كولر تخلى عن ال 4-3-3، ده نزل رمضان صبحي بلاي ميكر في مركز جديد جدا في غياب عبد الله السعيد، وابراهيم عادل اللي احنا متعودين عليه بيلعب مهاجم وهمي حطه على الجبهه اليسرى واستخدم فخري لاكاي مهاجم جنوب افريقيا كمهاجم صريح. على الناحيه الاخرى مارسيل كولر افاجئنا كلنا بانه اشرك اللاعب المبتعد منذ فتره احمد القندوسي لعبه بلاي ميكر، وبدل ما يستخدم كهربا صاحب الازمه الكبيره بتاعه المباراه لعب محمد شريف، وبدانا نشوف ان المباراه واخده نزعه هجوميه منذ البدايه على عكس ماتش نهائي الكاس، الماتش كان متقفل مفيش فرص، لكن هنا لا، لقينا في مساحات. ليه؟ لان خناقه نص الملعب بقت ما بين اربع لعيبه، في اتنين هنا و يعني هنستثنى ده وهنستثنى ده وهنستثنى ده ونستثنى ده ونستثنى ده، الاربعه دول هم مطالبين بغلق المساحات في نص الملعب، وبالتالي ده صعب ماتش زي ده. وبالتالي شفنا النادي الاهلي كان في وجهه نظري بدايه كانت بدايه كويسه، النادي الاهلي قدر ان هو يخترق صفوف بيراميدز ويقدر ان هو يعني يكون عنده هجمات، وكان واحد كمان بيراميدز متاثر بدنيا من رحله جنوب افريقيا مش ده الفريق بدني اللي كان بيلعبك في الكاس، لا، لكن الاهلي ما استغلش ده. ودايما نقول الماتشات زي دي بتحتاج هدف مبكر، لان فريق زي بيراميدز لو دخل فيه هدف مبكر خلاص هيبدا كل ده يطلع لقدام ويعمل مساحات. بالظبط. سريعا انا عايز اوصل للحته اللي عايز اتكلم عليها، ان التاثر البدني وكمان غياب اسامه جلال، انك تلعب بثنائيه احمد سامي وعلي جبر وان هم يلعبوا 120 دقيقه ده امر مستحيل، وعشان كده شفنا الكوره اللي كان ما بين احمد سامي وكهربا، ازاي كهربا قدر يحطه بظهره، واحمد سامي طبعا بطيء، لعيب بطيء للغايه للغايه جدا 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 جدا، كان مجبر ان هو يعمل العرقله اللي شفناها واللي اتحسب منها ركله الجزاء، واللي اعتقد كانت ممكن تتكرر تاني في لعبه مشابهه لحسين الشحات مع علي جبر، ان خلاص علي جبر واحمد سامي في الدقائق الاخيره من المباراه بيفقدوا كل لياقتهم البدنيه بجانب هم اصلا مدافعين بطاء. ما عشان كده حتى الاثنين ما بيلعبوش مع بعض بشكل مستمر، دايما اسامه جلال مع علي جبر. بالظبط، وعشان كده طبعا النادي الاهلي او الكهرباء استغل الحته دي اللي ما كانش قادر يستغلها محمد شريف، لان محمد شريف برده في طبع لعبه احيانا بتشوف ان هو بيحب يتطرف، يعني محمد شريف برده عشان يهرب من الرقابه بيحاول ان هو يروح على اليمين يروح على الشمال، فساعات بتفقده واحده من اهم نقاط قوته وهي سرعته، محمد شريف لعيب سريع لما بيركض بالكوره. فانا اعتقد النادي الاهلي يعني الحته اللي لعب عليها دي جابت، بس جابت متاخر شويه. نادي بيراميدز الحاجه وهي كان بيلعب عليها واضحه جدا جدا جدا، الكرات الثابته والركنيات واضحه قوي، اللعيبه فعلا ما عندهمش قدره
مفيش قدره على الاختراق، شفنا صناعه فرصه خالص مش قادرين وخلي برضه فعلا انا بصراحه مش قادر الومهم. بس على فكره حتى في نهايه الكاس انا فاكر في جمله لعلي معلول قالها، نعم لو تتذكر في قبل اكسترا تايم لما اتكلم على فكره ايه يا جماعه بيراميدز دايما بيركز على الكرات الثابته الكرات العرضيه ضربات ركنيه ما عندوش غيرها. صحيح وكمان وخلي بالك ده حتى والفريق في كام لياقته البدنيه بيعتمد عليها بنسبه 60%. ما بالك والفريق فعلا خلاص يعني رحله جنوب افريقيا هم رجعوا جالهم تليفون فجاه يلا هوب انت مسافر الامارات عندك ماتش مع الاهلي، فالموضوع فعلا صعب ما تقدرش بصراحه تلومهم كرياضيين كلاعيبه كوره صعب جدا الموضوع مش سهل. فبالتالي انا بشوف ان هم حاولوا يعني يهاجموا مرمى النادي الاهلي ولكن عن طريق نفس الاسلوب المعتاد الضربات الثابته والضربات الركنيه. بس محمد الشناوي زي ما قلنا في الفقره الاولى وصل لمستوى في الفتره الاخيره مستوى مميز جدا جدا جدا، كل الاخطاء اللي كانت بتسعى بكده بيتفاداها. توقيته في اختيار توقيت الخروج من المرمى في الكرات العرضيه بقى ممتاز، واعتقد محمد الاهلي فعلا استحق الفوز بمباراه السوبر. مين كان نجم الاهلي ومين كان نجم بيراميدز؟ انا في وجهه نظري هقول الاهلي كان علي معلول، ونجم نادي بيراميدز في وجهه نظري بصراحه بعد ما نزل ممكن اشوف بلاتوري بصراحه لعيب ممتاز جدا يعني هو حتى لو لعب عرفت مش اساسي ولعب حبه صغيرين في الملعب هو بيبان هو لمسته هو مميز جدا في مركزه عامل زي مروان عطيه على فكره لا هو وديانج عنده كمان قوه ديانج عنده قوه ديانج بصراحه يعني لعيب مميز جدا جدا واحد من افضل لعيبه نادي بيراميدز بصراحه في الفتره الاخيره وشفناه حتى لما كان لعب مباراه الفاينل الكاس بشكل كامل وشفناه لما نزل كبديل في ماتش السوبر. المباراه دي تعتبر من اهم مباريات كولر على المستوى الفني في التشكيل والتغييرات والتكتيك اعتقد لا مش هقدر اقول كده ان هو واضح جدا ان عقله مع الطرف واضحه قوي واحنا اكيد علينا برضو مع الطرف. كريم انا بشكرك ميرسي يا محمد شكرا وكل التوفيق وان شاء الله باذن الله مع الترجي التونسي يكون في بدايه موفقه ان شاء الله باذن الله. ده كان كلام مهم جدا على مباراه السوبر والفوز على بيراميدز وكل جوانب المباراه. ان شاء الله انتظرونا مع مباراه الترجي ذهاب نصف النهائي وخلاص خطوات قليله جدا على تحقيق الاميره السمراء. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.